تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس أركان الجيش المحترم بضرورة تحديث المناهج وتطوير الهيئات التدريسية بما ينسجم منظومة الحرب الحديثة، عقدت اللجنة الرئيسية المشكلة في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا عدة اجتماعات ضمت ممثلي قيادات الأسلحة وممثل دائرة التدريب، فضلا عن ممثلي الكليات التابعة للجامعة، وتوصلنا إلى ما تم إنجازه في قضية تحديث المناهج وتطوير الهيئات التدريسية، وسيتم إعداد تقرير مفصل يعرض على السيد رئيس أركان الجيش لاتخاذ الإجراء المناسب بصدد تطوير وتحديث المناهج وتطوير الهيئات التدريسية. طبعا عرض ممثلي قيادات الأسلحة وممثل دائرة التدريب وممثل الأكاديمية العسكرية وممثلي الكليات التابعة للجامعة تقاريرهم المفصلة وما تم إنجازه بسبب تحديث المناهج وتطوير الهيئات التدريسية، وفعلا توصلنا إلى مقترحات وتوصيات ستصب في تطوير القضيتين المهمتين هي المناهج والهيئات التدريسية.